بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي في موضوع عظيم، موضوع خطير، ألا هو موضوع الاختلاط. وقد أفاض في ذلك وأجاد وأفاد وأبان ما ينبغي إيضاحه في هذا الموضوع الجدير بالعناية، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن هذا الموضوع الذي طرقه المحاضر وتكلم فيه موضوع جدير بالعناية وموضوع الساعة. وقد سمعتم من المحاضرة ما فيه الكفاية والخير، فهي محاضرة بحمد الله وافية، وقد عني بها من ألقاها وأبان شدة الخطر في الاختلاط وما فيه من النتائج الخطيرة والعواقب الوخيمة. وكل من له أدنى بصيرة بالشرع أو بالواقع يعلم عظم الخطر في الاختلاط، ويعلم ما وضع الله بين الرجال والنساء من ليل هذا لهذا وهذا لهذا، ويعلم من نفسه ما هو معروف إذا كان ممن له ميل إلى النساء. والله عز وجل جعل لكل صنف من الرجال والنساء ما يليق به، فللرجال ميدان وللنساء ميدان. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال: عليكن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. فالمرأة لها ميدان معروف، وسمعتم من الآيات الكريمات والأحاديث النبوية شيئا من ذلك، وللرجال ميدان كذلك، سمعتم من الآيات والأحاديث شيئا من ذلك. فمن يعاكس ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويريد أن يحرط هؤلاء بهؤلاء وأن يعرض عما قاله الله ورسوله فقد أراد الفساد في الأرض، وأراد أن يكون مجتمعا بهيميا لا يفرق بين الحلال والحرام، ولا بين الخير والشر، ولا بين الضار والنافع، ولا بين العفة والفحشاء، ولا بين الهدى والضلال. فالواجب التمييز كما ميز الله عز وجل، وأن يكون للرجال ميدانهم وللنساء ميدانهن. والذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة النار، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيم كما يقول غيره. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لحذيفة، لما قال لحذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الدين الذي على يديه عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، بعدك الشر من الخير؟ قال: نعم، وفيه دخلنا. قلت: وما دخلوه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: يا رسول الله،
وهل بعد ذلك الخير من شر؟ لأن ذلك الخير الذي فيه الدخل وفيه التغير، هل بعده من شر؟ قال نعم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. هذا عصرنا الآن وقبله بمدة، هذا عصرنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله اصفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من العرب ويتكلمون بألسنة العرب، غير الدعاة من العجم، من نفس العرب وبلسان العرب كما هو الواقع الآن في الإذاعات والتلفاز والصحافة والخطب الكثيرة والاجتماعات المتنوعة. دعاة على باب جهنم، هذا يدعو إلى الاختلاط، وهذا يدعو إلى السكر، وهذا يدعو إلى الحرية من الأديان، وأن تكون المجتمعات خالية من الدين بعيدة من الدين، وهذا يدعو إلى الشيوعية، وهذا يدعو إلى قومية الجاهلية، وهذا إلى غير ذلك. لا تحصى أهدافهم ولا يدعون إليه. يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، يجمعهم أنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني يدعون إلى النار، يدعون إلى أعمال وإلى أخلاق تجر أهلها إلى النار. فالذي يدعو إلى الإباحية أو إلى الشيوعية أو إلى قومية الجاهلية أو إلى الاختلاط أو إلى الأغاني والملاهي أو إلى الخمور أو إلى غير هذا مما يخالف الشر، هو داخل في هذا نسأل الله السلامة، سواء علم او لا او لم يعلم او صار كان ان معه لا يدري ما يقول. قلت يا رسول الله فما تامرني ان ادرك لي ذلك؟ قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم، تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعه ولا امام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من اصح الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فانتم الان سمعتم ما في الاختلاط من الشر العظيم والفساد الكبير، والدعاة اليه كثيرون من اجناب الكفره ومن خرج على أيديهم ومن قلدهم ومن استجر لذلك. وليس هذا خاصا بالدعوة الاختلاط، بل هناك دعاة غير اختلاط، دعاة إلى التحلل من الدين بكلية والسخرية من الدين، وأنه لا دين ولا صلاة ولا اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. دعاة إلى كل شر، دعاة إلى الجاهلية الجهلة والإباحية العظمى قبيحة النكرة نسأل الله العافية. كما ان هناك دعاء الاشتوائيه التي هي اعظم الكفر واضله، وهي انكار وجود الرب وانكار الاديان كلها على الاطلاق. فالواجب على اهل الاسلام الحذر، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربه والشده وعصر دعاه النار من كل جانب، من كل جانب ومن كل جهه ومن كل افق. فالواجب على اهل الاسلام ولا سيما في هذه الدوله، في الدول الإسلامية كلها وفي هذه الدولة أخص دولة الحرمين ملتقى المسلمين، يجب على هذه الدولة ورجالها جميعا وعلى أفرادها جميعا التعاون على البر والتقوى والتناصح، وأن تكون وسائل إعلامنا غاية في النزاهة والسلامة حسب الطاقة والإمكان. المرئية والمسموعة والمقروءة جميعا يجب أن يعتنى بها غاية العناية، وعلى المتولي لذلك أن يهتم بهذا الأمر وأن يوليه أكبر عناية بتوظيف أهل الخير وإبعاد أهل الشر، وأن تكون وسائل بناء وتعمير وإصلاح لا وسائل هدم وتخريب. وهذا هو من أديبه جميع المصلحين في داخل هذه البلاد وفي خارجها،
نفس الاختلاط هو جزء من التخريب، والدعوة إلى السلامة منه جزء من الإصلاح. فيجب أن تكون المرأة في الحدود التي حدها الله لها في بيتها وما أدرك ما البيت، الحاجة إلى وجودها فيه ضرورية وعظيمة، ومتى أصلح الله البيت صلح بيتنا. أبناء البيت وبنات البيت هم رجال المجتمع في المستقبل ونساء المجتمع في المستقبل. فإذا أصلح الله رجال البيت صار المجتمع بعد ذلك صالحا سائرا على الطريق السوي. فالمرأة لا شغل شاغل في بيتها ولا شغل شاغل في ميدان النساء، فيكفيها أن تكون في بيتها وفي ميدان النساء من تعليم البنات وطب النساء ونحو ذلك مما يكون خاصا بالنساء، وللرجال ميدانه في طب الرجال وتعليم الرجال وجميع شؤون الرجال والجهاد في سبيل الله، هذا له شأن وهذا له شأن. فالواجب على ولاة الأمور وعلى جميع المسلمين التعاون في هذا الأمر والحرص عليه والحذر من الدعوات المضللة المخربة التي تدعو إلى الاختلاط والفساد. وكلهم أو أكثرهم يعلم ما يترتب على خروج المرأة من بيتها وأن يكون فيه الخادمة بدل سيدة البيت، ماذا يترتب على هذا من الفساد العظيم لا للذرية ولا للبيت نفسه ولا للزوج ولا للمرأة. كل منهم على خطر، كل منهم على خطر، والحوادث لا تحصى في هذا السبيل الذي سمعت عنه بعض الشيء من المحاضر. ولا شك أن السكرتيرة في المكتب بريد لشر عظيم وفساد كبير، أقل ما فيه أنه يخلو بها والله أعلم ما يكون وراء ذلك، ثم يختار لذلك من هي من أجمل النساء ومتعلمة فيكون الشر بها والهيئة بها أشد. فلا شك أن هذا من أقبح المحرمات، وأن يكون الرجل ليس له سكرة إلا الرجل وهو كاتب الخاص، الرجل له الرجل والمرأة والنساء له النساء. ولا يجوز أبدا أن يختلط النساء بالرجال في مكاتب أو غير مكاتب، في مكاتب أو غير مكاتب، لا سكرتيرة ولا غير سكرتيرة. بل يجب أن تكون المرأة للنساء في التعليم والتطبيب والتمرير وإن هذا من شؤون النساء، ويكون الرجل للرجال في التعليم والتدريس والتطبيب والتمرير وإن هذا من شؤون الرجال. وبذلك تصلح الأحوال ويبتعد عن الخطر، خطر الفواحش والشرور وفساد في الأرض وفساد القلوب وحراسة على الهدى. وكذلك الإذاعة متى عمرت بالإصلاح، وهكذا التلفاز، وهكذا الصحافة متى أصلح شأنها وعمرت بالخير وأهل الخير فإن لها الأثر العظيم في إصلاح المجتمع في الداخل والخارج. وسوف يتأسى بها كل مصلح وكل غيور وكل ذي خير من الرجال والنساء في المشارق والمغارب. ولا نحكي وهكذا كل إخوان الذين لهم صلة بفتاوى، لا نحصي السائلين والسائلات لا من طريق الكتابة ولا من طريق البرنامج على الدرب، لا نحصي من يسأل عن الخير ويطلب الخير من شتى أقطار الدنيا، هذا يدل على أن هناك بقايا. ولا نحصي من يثني على البرنامج وعلى هذه البلاد وما يذاع منها من خير، كما أن لا نحصي من يمين ويقول يجب أن تطهر الإذاعة والصحافة وكذا وكذا من كل شر. فهذا محسن وهذا محسن، الذي يطلب فتاوى ويطلب الخير ويطلب التعليم والإرشاد محسن وطالب للخير، والذي يمين ويطلب التطهير والإصلاح وأن تكون هذه الوسائل في غاية من الطهر أيضا محسن ومشكوك، والحاجة ماسة إلى ذلك. فالأسئلة الآن من أفريقيا من أوروبا
من آسيا من كل مكان تأتي إلى البرنامج وإلى دار الإفتاء يطلبون العلم ويريدون البيان في العقائد وفي الأخلاق وفي كل شيء. هذا يدل على أن هناك من يسمع وهناك من يريد الخير، هناك من يريد الحق. فوجب على القائمين على وسائل الإعلام تطهيرها وتنزيهها من كل ما يضر المجتمع من أغاني وملاهي ومقالات فاسدة ومسلسلات تضر المجتمع، سواء كان في القناة العربية أو القناة الأخرى أو سواء في الصحافة أو في غير ذلك. يجب على ولاة الأمور وعلى القائمين على هذا الأمر أن يطهروها وأن يولوا عليها الأخيار ويحتسبوا الأجر عند الله في ذلك، وهذا من الجهاد العظيم، وله في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والسماة الحسنة في الداخل والخارج، ومن الله الأجر العظيم، وهو سبحانه يجب أن يطلب رضاه ويحذر أسباب سخطه وغضبه. وعلى أهل العلم في كل مكان في هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد، على أهل العلم أن يتقوا الله ويبلغوا رسالة الله ويعلموا الناس دينهم ويرشدوهم إلى الخير وأن ينصحوهم، وعلى المسلمين في كل مكان أن يتقبلوا الخير وأن يتقبلوا الحق وأن يطلبوه ويشهدوه وأن يسألوا عنه. فالله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالاختلاط في أي مكان، في المكاتب أو في الأعمال أو في أي مكان، عامل شر، عامل تخريب، عامل فساد للقلوب وفساد للأخلاق. والتمييز بين الرجال والنساء وأن يكون كل صنف في عمله وفي محله اللائق به، هذا هو الطريق الذي رسمه الله لعباده، وهذا هو الطريق الذي به النجاة وبه العافية وبه العاقبة الحميدة بإذن الله، وهو طريق المرسلين وطريق أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يعملوا بكتابه المنزل عليهم هدى لهم وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله دينه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، من استقام عليه نجا وسعد وفاز بالكرامة والعاقبة الحميدة، ومن حاد عنه يمنة أو يسرة هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الدين العظيم مثل سفينة نوح التي أنجاه الله عليها، حيث قال سبحانه: فأنجيناه وأصحاب السفينة، وجعلنا آية للعالمين. هذا الدين العظيم الذي بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم والسفينة، والسفينة من استقام عليه وثبت عليه نجا وسلم من هذا التيار الخطير الجارح، ومن حاد عنه يمينا وشمالا ومن تابع الهوى ضل عن ضل وهلك عن هلك. يقول سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله ورسوله إنما دعوتهما للحياة لما هي الحياة والسعادة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به الناس. هذا دين الله، حياة نور، ومن سوى ذلك في ظلمة وفي موت. من خرج عن دين الله فهو في ظلمة وموت، وإن عاش مع الحيوانات وإن عاش من جنس الحيوان يأكل ويشرب فهو في ظلمة وموت. قال تعالى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فكتاب الله وما جاء به نبيه روح تحصد به الحياة، ونور تحصد به البصيرة والهدى. فمن خرج عن ذلك صار إلى الموت وصار إلى الظلمة وعدم النور. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا دعاة السحور والتبرج هم من جنس دعاة الاحتراق سواء بسواء،
هم دعاة للهدم ودعاة للفساد وإن لم يشعروا بذلك. ولا ريب عند أهل العلم أن الحجاب من أعظم أسباب الصيانة، وأن السفور من أسباب الفساد في الأرض ومن أسباب وقوع الفاحشة. وكثير من الأزواج نزعت من الغيظة حتى إن أزواجهم يسألون من طريق الهاتف تقول: إن زوجي يقول لا تتحجبي عن إخواني ولا عن أعمامي، ولا تحجبي أيضا عن أزواجي أخواتك وأشباه ذلك، وإذا أردت الحجاب منعني من ذلك، وربما علق الطلاق على ذلك ما سمعتم في المحاضرة. هل هذا رجل؟ هل هذا رجل؟ هل هذا يخاف الله؟ أين حياته؟ أين حياؤه؟ أين دينه؟ تجلس مع أخوانه هكذا، ومن يأمن الذئب على الغنم؟ المعلم خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شيء عجيب، انحراف وتغير في الفطر وفي القلوب وفي الأخلاق وفي الحياة وفي الغيرة، شيء لا يحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قال إنها لا بأس أن تكشف إذا كانت على حال آلهة ما غير مزينة وغير مجملة وغير مكحلة وغير كذا وغير، من يقول هذا؟ سبحان الله. والله يقول: وإذا سألتم متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، كيف بنساء اليوم وكيف رجال اليوم؟ إذا كان أطهر لقلوب المؤمنين وإلى في عهد صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا؟ ويقول: ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية. وهل هناك أعظم من الوجه في زينتها وجمالها وعنوان جمالها ودمامتها؟ ردني على عنوانها أو ضد، على جمالها أو ضد. فكيف إذا حسنته؟ وهل المرأة تترك تحسينه إذا خرجت؟ سوف تجتهد في التحسين مهما استطاعت، ولا سيما إذا كانت تعلم أو سكرتيرة أو كذا أو كذا، سوف لا تقصر. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت صفوان المعطل يوم الإفك استرجع لما رآها قد ذهب الجيش عنها، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعت صوتك حمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، قد رأى وجهي قبل الحجاب فعرفني. هكذا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، هذا يدل على انهم منعوا بعد الحجاب، كانوا قبل الحجاب تركوا يراي وجه المراه ويدها وقدمها، عندهم هناك شيء من التساهل، ثم نسخ الله ذلك واوجب الحجاب وحرم السفور وحرم الخلوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امراه الا كان الشيطان لها لحهما، ولا يخلو الله بامرأة إلا ومعهد محرم. وفي الصحيحين أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: لا تساهر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني افتتيت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق حج مع امرأته. أمرها أن يترك الجهاد ويذهب مع امرأته في الحج، يترك الجهاد ويفتتي فيه في غزوة، وأمره أن يدع الجهاد الذي هو الأمر المعروف عظمة الجهاد وفضله، أمره يدع الجهاد وينطلق مع امرأته لا يدعها بدون محرم في الحج. هذا يدل على عظم الأمر وأن خطر كبير إذا كانت وحدها، قد يزيل لها الشيطان الميل إلى زيد أو عمرو، من عندها؟ من يصونها؟ من يقوم عليها؟ المقصود أن الحجاب من أعظم وسائل السلامة والخلوة والسهور، من أعظم وسائل الخطر والفساد. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا، أن يحذروا وسائل الشر، لا من جهة السهور ولا من جهة الخلوة ولا من جهة العمل مع الرجال. وفي كثير من أوصاف المسلمين ودول المسلمين الاختلاط موجود، الشاب فتاة مع الشاب في كرسي واحد ولاصقة له، من يأمن هذا؟ كيف تكون مواعيد؟ كيف يكون الاجتماع؟ ودعاة النار الآن يطلبون منا هذا، يطلبون من الدولة السعودية أن يكون التعليم فيها مثل التعليم في كذا وكذا وكذا، مثل التعليم في مصر في مثال في كذا في كذا. المقصود
ليش تحقصون شيء؟ خلوكم مع الناس، خلوكم مع الناس ولو رحتوا إلى جهنم خلوكم مع الناس. هذا بهم دعوة دعاة النار، هذه دعوتهم، دعوتهم أن نكون مع الناس ولو كان المصير جهنم، نسأل الله العافية. هذا كله من الجهل والضلال والانحراف وقلة الدين وفساد الدين، نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل من هذا أيها الإخوة أن الواجب تقوى الله والتعاون بالبر والتقوى والحذر من هذه الأمور والحذر من استيراد الخادمات والخدم من الخارج إلا عند الضرورة القصوى. فإذا كان الضرورة فليكن المستخدم مسلما، لا نصرانيا ولا وثنيا ولا بوذيا ولا هندوسيا، يكون مسلم حنيف ويتخير عند الحاجة، يتخير العامل الطيب والسائق الطيب والخادمة الطيبة المسلمة عند الضرورة القصوى وكبيرة السن والدليلة غير الجميلة، لعلك تسلم عند الضرورة. أما التساهل في هذا الأمر فهو طريق إلى الشر والفساد. ونسأل الله أن يوفق الدولة لكل خير وأن يعينها على كل خير، وقد رفع لها العلم فيما يتعلق باستخدام الكفرة ووعدت خيرا منذ سنوات، ونسأل الله أن يعينها على تطبيق هذا الخير وأن يبعد الله عنا أهل الشر وأن يكثر فينا أهل الخير وأن يوفق الدولة ورجالها وعمالها لكل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يوفق المسلمين في هذه البلاد للتعاون مع الدولة في كل خير ولعانة الدولة على كل خير، وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى وأن يكونوا معينين على خير والإصلاح، كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وأن يمنحهم ثقة في الدين وأن يلي عليهم خياره في كل مكان وأن يصلح حكامهم وأن يعيذنا وإياهم من النفس من سيئات العمل وأن يجزي أخانا الشيخ محمد حسن الطريق خيرا على كلمته ومحاضرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.